اخواني الاعزاء، الان مع ابو سام القريطي والطريقه الثانيه للتطعيم. ابو سام، احنا حكيت لنا على الطريقه الاولى مال اللاستيك والكذا، هسه هاي الطريقه؟ هاي الطريقه اقدر استخدم بها شريط شفاف مثلا بدون مو لاستيك، ربط احسن الازقه عليه. شوف اخواني الاعزاء، هاي الطريقه، الطريقه الثانيه للتطعيم. قسم يستخدمون شريط مال التطعيم هذا العادي، هاي بردتها اكثر من اللازم، وبعدين ورا ما كملت هم خليت هذا الجزء بس من رخصتك. هسه احنا هذا الجزء ابو سام، ايه؟ هذا الجزء خليت هاي القطعه الفوق فوق هاي، شنو فائدتها هاي؟ هاي حتى تبقى محافظه على الرطوبه مالتها. هاي هسه تقدر تخلي اكثر من لون على هذا النبات لو ما صعبه؟ لا ما اقدر اخليها، ها، لانه يحتاج شويه صعبه بالتثبيت يمكن. هاي هسه شلتها من النار، هاي شلت هذا الجزء، قاطعتها شو اسوي هسه؟ النوع بلاستيك هذا شريط شفاف، شريط شفاف. هاي الطريقه احسنت. هاي بالشريط الشفاف، شريط شفاف. شو اسوي له شريط شفاف؟ اخذ شريط ثاني قطعه صغيره، نعم، ازقها من جوا. ها، صير مثل لا تلزق حتى الطعم ما يلزق، بعدين الطعم منه طلعه ما عاد عرفتي ولا؟ هاي ما هسه ما عرفت شنو القصد. هاي هسه خليها هنا، نعم. ثلاث ملسم منها مو لازقه. ايه. تطلع شنو ولا؟ هاي حتى شنو بعدين من تقدر تشيل البلاستيك ما يلزق على الطعم. احسن. ما شاء الله. شوفوا هاي الطريقة. هاي الطريقة الثانية بالتطعيم اللي يستخدمها ابو اسامة، بلاستيك او نايلون. هاي طريقة النايلون، وهاي هسه بعد ما تجهزها هم تكتب التاريخ 5/5. احسنتم. ونفس الطريقة هسه استاذ امير، والله جيبها، خلينا نخليها يم اخواته هنا. هاي الطريقة، شوفوا هسه هنا، هاي الطريقة مال التطعيم، راح نخليها هنا. شوف هاي هم هاي المجموعة اللي يم طعمها. يعني استاذ ابو سام، هسه نجي السؤال موجه لحضرتك، يعني اهل المشاتل هسه الغالبيه يجيبونها راسا مطعمه بهالشكل هذا، بس احنا هسه نقول وتنباع باسعار غاليه، لها جهد ولها اصول، مثلا مين يجيب الاصول يعني؟ بس هو اذا ابو مشتل يقدر يجهز هالاصول ومثلا يطعم هنا ويبيع باسعار شوي، يجيبها منا يحصل بها 1000 2000 يبيعها راسا مباشره، ما يريد يتعب هذا، بس يقدر يسويها يعني، يريد لها مجال، يريد لها زين. هسه هاي هنا، هاي المجموعه، هاي شنو هاي؟ قاطعها مقطعها اذا جذرها هنا مخليها بس الجذر، هاي بعدين احولها بصناديق. هاي يعني تحولها بصناديق، هاي مو لاجل التطعيم، هم قسم للتطعيم. ها، قسم للتطعيم، افضل ما اخلي سندانه واحده. زين هاي شنو هاي هسه؟ هاي بريسكي يسموها، هي مال تطعيم. هاي شنو مال تطعيم؟ بس من رخصتك، هاي احكي لنا عنها. هاي يجيبوها يزرعون البذور مال الصباريات، نعم، اول ما تطلع شويه بعمر صغير ماكو طعم هنا على هسه دفعها اكثر. ها، يعني هاي اصول هسه؟ هاي اصول لو طعوم؟ اصول، لا لا اصول، هاي اصول والطعمون عليها، هاي الطعم عليها على ما شاء الله. يعني هنا الامور اللي خاصه بالتطعيم انت حاجزها في المكان هاي. هاي الاصول، وهذا سبق ان شوفناكم الانتاج مال ابو سام، هذا الانتاج بعد ما يطعم. هاي الطريقه الثانيه اللي يستخدمها، وشوفوا هذا الانتاج مال الطعوم. والطريقه الاولى نزلناها فيديو مستقل بصراحة، لأن حتى تتمتعون. شوف هسه هنا أبو سام، هاي الطريقة، هاي شنو هاي الطريقة؟ تختلف عن هذا النيش. هاي بالشق، شلون شق هاي؟ هاي تجيب صبارك من مو من مو طعم هذا. نعم. صبارك هنا عندهم من عندهم نوعية. إي. قطعة. إي تقطعة. هاي النوعية اللي تطعم عليها هاي. هاي هاي. هاي. هاي؟ إي. ها. شوف هسه شلون طعم عليها. شوف هسه هاي حتى هاي صايره فد شيء غريب، هاي شكلها غريب، سبحان الله. جبتها اشتريتها العام وقلت وقمت تاخذ من عندها طعوم. ماشي. هاي الفروع مالتها ما كسرت طلعت. ايه. اشترى بالنص.
احسنت. يعني انت اي نوع هاي ناجحه ان شاء الله. ناجحه ان شاء الله. يعني انت اي نوع تشوفه غريب مرات تروح للسوق من تريد تشتري تشتري الطعم الغريب مرات عندي يعني. مرات عندك بس هذا هاي في يوم اقطع هذا وازرع مره ثانيه هذا هذا الطعم ها فسلت هاي نعم. اي وحده فسله اخذ فسيله احسنتم احسن. شوف اخوان الاعزاء هاي المجموعه من الطعوم خلنا ناخذكم نشوفكم اياها الطعوم الكبيره الموجود عنده بالحديقه المنزليه. شوف اخوان الاعزاء هنا هسه هذا هاي مطعمه بنفس الطريقه اصل وطعم وهاي هسه هم ان شاء الله هم فد يوم نشوفك ماخذ من هاي الطعوم ان شاء الله الالوان هاي هاي هنا مطعمهم على نوع يختلف وبعدك هواي انا شفتك مطعم بالحديقه هواي قسمين ان شاء الله. شوف اخوان الاعزاء هاي الطريقه للتطعيم. ابو وسام احنا يعني بنهايه الفيديو نحب نشكرك نتمنى لك الصحه والعافيه الله يسلمك وندعو من الله انه يحفظك وتكون المعلومات اللي انطيتها صدقه جاريه في ميزان حسناتك موفق ان شاء الله للجميع ان شاء الله. وش اي واحد يحتاج خبره وفرشي وسؤال استفسار انا حاضر. احسنتم وللمعلومه اخوان الاعزاء انا حتى اقولها بدل ابو سام الاخ ابو سام هاوي للنباتات ما يبيع مو عنده مو مشتل للبيع حتى لا يجي يشوف ويزور هذا اشرف يعني. احسنتم احسنتم اخوان الاعزاء بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كنا معكم في حلقات من في عالم الزراعه والنباتات المنزليه مع ملك الصباريات في العراق الاستاذ محمد رحيم القريطي اللي طبعا اليوم ويانا هذا الاستاذ المبدع. طبعا استاذ امير عاشق للصباريات بس ما يوصل لابو وسام. استاذ امير احكي لنا ايش كم نوع وصلت عندك؟ اخر شيء حسبتهم 90. صار عندك 90 نوع يعني انت يعني اثرت. راح ينقل من عندنا راح ينقل مجموعه طبعا هو كل ما اجي اخذ طبعا هذول 90 تقريبا نص من ابو وسام 60 عدي و30 من ابو وسام. يا الله خير وبركه اخوان الاعزاء هاي يعني عشاق الصباريات بكافه انحاء العالم. هاي الفيديوهات هديه لكم لعشاق الصباريات اينما كنتم لانه الصباريات عاشق الصباريات ايش قد اكو الانواع من النباتات وجمال بس دائما ينحاز للصباريات. يعني انا شايفك هواي هسه انت تنحاز ايش قد اكو جمال بالنباتات وللازهار انت مطعم شويه بقسم يعني الحديقه مالتك بس بالغالبيه انت ما من تروح لاي مشتل يجذب انتباهك. لا انت سياج مال حديقتي شو سياج هو عباره عن الصباريات صناديق مال الصبار. اخوان الاعزاء ان شاء الله يكون هاي الحلقات عجبتكم. بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات المنزليه في امان الله.